اه طبعا. انت اسهل حاجه تعملها تسيب لي البيت وتمشي. ما انا لو قعدت هعمل حاجات اوحش بكتير. تظن ليه وعلشان ايه؟ ده انا من اول ما اتجوزتك وانا قاعد بتعامل مع اوهام. حتى لو كلامك صح برضو ميعنيش اني انا متاكده ان في واحده في حياتك. وانا مش هقولك لا. ام الجواز على اللي يتجوز على اللي عايز يتجوز حاجه تقرف يجي يشوفه. ادي الجواز هنا. انت مين؟ انت دخلتنا ازاي؟ الباب كان مفتوح. كذاب. الليلة مهجورة وما كنتش عارف ان حد ساكن هنا. تانيا انا كنت بندع بره ومحدش برد عليا. انا ما سمعتكش. قمر هي قاعدة لوحدها ازاي دي؟ يا مدام الدنيا ساقعه قوي ولا عارف اروح فين ولا اجي منين والتليفون عطلان والعربيه عطلانه. انا هعمل لك شيء وانت اوعى تتحرك من مكانك. طب تعمل ايه؟ ولا حاجه. بره كل الموضوع. انا حد مسالم جدا بدور على مكان ابات فيه للصبح بس مش اكتر وبعد كده همشي. امشي اطلع بره. انا لو خرجت بره دلوقتي هتلج. بره. انت سخن جدا. انا قلت اكيد بيت عندك. لا والله ما بيت عندي ولا حاجه. انا السبب. انا السبب. يا ريتني خلصت. حصل اخوانين من الناس. انت كنت تعبان وكنت هتروح مني. حرارتك كانت معديه ال40. انت كنت ممكن تموت. كانوا هيتهموني فيك. ما تقلقيش محدش هيسال عليا. ازاي؟ انت ما عندكش اهل؟ مش هيضايقني لو بت هنا النهارده. لو جوزك جه هيقول ايه؟ مش هيجي. أكتر حاجة بخاف منها في البيت ده إن النور بيقطع كتير. انت تعبان ولازم تنام وانا هروح اعمل لك حاجه سخنه.
مفيش أي حاجة بتحصل بالصدفة. طالما جه هنا يبقى في حاجة. مش معقول يكون قطع المسافة دي كلها وعربيته عطلت هنا كده عادي. انتي عبيطة؟ انتي فاكرة ان هو جاي هنا عشانك؟ ايه؟ هيبقى زي غيره وهتتصدمي زي كل مرة. لا ده شكله غيره، شكله طيب. انا متأكدة انه هيكون غير اي حد عرفته قبل كده، متأكدة. ولا انا لازم اروح، واهدي شويه لاني قلقك ده خلاني اقلق انا كمان. سمير احنا لازم ننزل نبلغ البوليس. بوليس ايه اللي هنبلغه؟ هو عيل صغير ده واخد هدومه وعربيته، يعني خارج بمزاجه يا علا. طب اعمل ايه؟ انا محتاسه. ما تحتسيش ولا حاجه، انت دلوقتي تخش تنامي وان شاء الله بكره الصبح يفتح تليفونه ونطمن عليه. علا انا لازم امشي بقى دلوقتي، يلا سلام. تمشي فين؟ وانت هتسيبني محتاسه لوحدي؟ يعني انتوا تتخانقوا والبس انا الحكايه في الاخر؟ انا مش فاهمه بجد، انت اشمعنى انت ومراتك وعمركم ما اتخانقتوا؟ ايه يا علا احنا هنقر ولا ايه يا علا؟ لا مش القصد، بس عامل ايه؟ كل ما بفتح بقي بيوقف لي على الواحده. اهدي اهدي شويه، اهدي وخش ريحي نامي، وبكره الصبح كل حاجه هتبقى كويسه. تصدق كلامك صح، انا لازم اخش انام، وهو لو متضايق كان اتصل بيا او يتصل بيك. انا اسفه يا سمير، يلا تصبح على خير يا حبيبي. صباح الخير. صباح الخير. انا بجد مش عارف اقول لك ايه يعني، بس انا بشكرك على امبارح. لا ابدا، انت احسن؟ الحمد لله احسن بكتير، بس لقيت حاجات فوق فلبستها وديت الحق لنفسي ده، اصل الحاجات اللي كنت لابسها كلها عرق وما كانش كان شكلها ولا بد يعني. مش مشكله. ماشي، انت رايح فين؟ انا ماشي خلاص. الجو بره هوا وتراب، مش هتعرف تمشي في الشارع. مش مشكلة، هحاول اظبط العربية. طب استنى لما الجو يبقى أحسن. مش جعان؟ أنا عايز أفطر. يا ريت. الجو هنا مش مستقر، شوية شمس شوية برد، هوا تراب. هو انت عايشة لوحدك هنا؟ الصورة اللي شفتها في المكتب. جوزي؟ يعني منفصلين؟ لا أنا أرملة. أنا آسف. ولا يهمك، الموضوع ده حصل أكتر من 3 سنين. وأنت عايشة لوحدك من 3 سنين؟ غريبة؟ لا مش غريبة، بس المكان صعب قوي. أنا عايشة في اسكندرية. وإيه اللي جابك في المكان المقطوع ده؟ هو اوعي تفتحي عيني. تعالي اوعي خليني اتخبط، أنا مغمضة بجد. خليكي مغمضة. يلا فتحي عيني.
ها عجبتك؟ عجبتني ده ايه؟ دي تجنن. لكن انا زعلانه منك. الله، ليه يا حبيبتي زعلانه؟ عشان احنا اتفقنا ان كل حاجه هنعملها مع بعض وانت فرشتها لوحدك. ايوه بس انا كان قصدي فجأة. لكن برضو زعلانة منك. وانا بموت فيكي وانت زعلانة. يعني مش همك؟ لا، عشان بحب اصالحك وانت عارفة. عارف هي ايه اكتر حاجة بتقلقني؟ انك ممكن تبعد عني. اوعى تعمل كده. انا ماليش في الدنيا دي كلها غيرك. عارفة، ساعات بحس ان انتي ما بتحبنيش قد ما انا بحبك. لكن انا بحبك اكتر. لو كنت بتحبيني قد ما بحبك ما كنتيش سألتي سؤال زي ده. عارفة ليه؟ ليه؟ عشان ما اقدرش اسيبك. وروحي متعلقة بروحك. كنت بتحبيه؟ اخترنا المكان هنا علشان نكون بعيد عن كل الناس، عشان محدش يشاركنا حياتنا. ما كنتش بحب احس ان ممكن حد يشاركني فيه. كنت بتجنن لما بحس ان ممكن واحدة ستة تاخده مني. النهارده عيد ميلاده، جيت علشان اقضي اليوم زي ما كنا متعودين نقضيه مع بعض. أنا لسه حاسة بيه في كل حتة في البيت. لسه بسمع صوته. نفسي أحس إن اللي أنا فيه ده كابوس وهصحى منه وفوق وأشوفه تاني قدامي. نعيش ما لحقناش نعيشه. اللي في ايدك ده جرح قديم بعد موته. بقيت شايفه ان الحياه ما بقاش ليها اي لازمه. حاولت انطها. اوعي تعملي كده. حياتي ما كانش ليها اي طعم. انتهت. يمكن ده انت ما تحسوش ولا حتى تفهم. الست بتحس بعد ما جوزها بيموت ان حياتها خلاص انتهت. الست ما تعرفش تخون. الست لو حبت راجل غير جوزها تطلب الطلاق من جوزها. الراجل لا. مين قال كده؟ أنا. بدليل إن الست ممكن تعيش سنين طويلة مع جوزها وبعد السنين الطويلة دي تكتشف إنه متجوز عليها. هو عمل كده؟ أنا بقول الكلام ده علشان تعرف الست ممكن تحس بإيه. كنت بتحبيه للدرجة دي؟ أوي. صدقي أنا بحسده. تحسد واحد عمره انتهى؟ لا، بحسده علشان عايش معاك اللي محدش عايشه. عاش أجمل حياته، خد كل حاجة من الدنيا علشان اتجوزك. ممكن أطلب منك طلب؟ أطلب. أنا ما أعرفش اللي جابني هنا، بس اللي أنا عارفه إنه أنا جيت وأنا في أسوأ حالاتي
ومش عارف ايه الحكمة اننا نتقابل، بس كل اللي انا اعرفه انها اجمل حاجة حصلت لي. وممكن تكون اوحش حاجة. مستحيل تكون اوحش حاجة. بمجرد ما الجو يهدى انا همشي، يمكن بعد ساعة، يمكن بكرة، بس بعد كده هقول لك مع السلامة، وجايز نتقابل تاني وجايز لا. انا مش هديك رقم تليفوني ولا عنواني، زي ما اتقابلنا صدفة اكيد هنتقابل تاني صدفة، واكيد الايام هتجمعنا تاني. مش فاهمة. انا عايزك تعيشي حياتك من جديد وتحبيها. بتقصد ايه؟ منير خلاص مات. حلو انك تفتكريه والاحساس اللي انت عايشه فيه، بس الدنيا بتجري والايام بتعدي، وانت جميله وجميله قوي كمان، من حقك انك تبتدي حياتك من جديد. صدقيني. تعرفي ايه اكتر حاجه ممكن تخرجك من اللي انت فيه؟ ايه؟ المزيكا. تعرف انه كان بيعزف جيتار حلو قوي، وانا كمان بعرف العب مزيكا وغني كمان. بس هو كان صوته حلو، لو دخلت في مقارنة معاه هتخسر. تحب تجربي؟ أرجوك رد يا ماهر، رد. يا ربي وقته انك انت تقفل التليفون يا ماهر. مالك؟ لا مفيش حاجه. يا بقالي كتير قوي ما لعبتش مزيكا. انت متجوز؟ طب قلعت الدبلة ليه؟ ما تحطيش في بالك، انا كده هزعل منك. انا فتحت لك قلبي وحكيت لك كل حاجة بصراحة. لو سمحتي مش عايزة اتكلم. امال فصلي؟ لا. متخانقين؟ على طول في خناقة وزعل. وطبعا هي اللي غلطانة، مش كده؟ مش مهم مين الغلطان، مهم طريقة الكلام. عندك حق. انت بتبصلي ليه كده؟ تعرفي عمري ما تخيلت ان مراتي ممكن تتكلم عليا بالطريقة اللي انت بتتكلمي بيها عن جوزك. الستات مش بالكلام اللي بيقولوه، باللي بيحسوه. بس الكلام هو اللي بيخليني اعرف ايه اللي جواها. الستات ساعات بتقول كلام وبيتفهم بطريقه تانية خالص غير اللي هي بتقصده. وهو المفروض انا بقى افك الشفره؟ مش بتحبها. طب وهي لو بتحبني كمان لازم تعمل كده؟ بس انت تكوينك غيرها، انت اتخلقت علشان تاخدها في حضنك، عشان تحسسها ان الدنيا كلها في الحضن ده. انتي عظيمة. قول لي من غيرك يا حياتي عامل ايه؟ ما بحبش غيرك، ما انت العالم باللي فيه. في الجاي والحاضر انت معايا، هتسيبني ليه وانا بين ايديك حوالي؟ طول ما انا جنبك يا حبيبي طمنا وقلبك يا حبيبي.
فتح تليفونه واتصلت بيه قفله تاني. طب ما هو ده يخليكي بقى تطمني لان هو كويس لانه فتح تليفونه. اهدي بقى انت شويه. اه بس هموت واعرف هو فين ومع مين دلوقتي. مين؟ دي مراتي. طب ما ترد. لا مش عايز ارد اصل احنا متخانقين. انت عجيب جدا بجد. انتوا ما عندكوش اي احساس بالمسؤوليه. افرض انت دلوقتي في مكانها ما كانتش هترد عليك؟ معلش احنا ناس عجاب استحملونا شويه انتوا بقى معلش. يعني انت عارف احنا متخانقين ليه؟ ليه؟ احنا متخانقين بسببك. انا مال انا؟ مالك انت؟ مش مصدقه ان انا ليل ونهار معاكي علشان خاطر ماهر. مش مصدقه التليفونات اللي بيني وبينك دي علشان خاطر بندور على ماهر. كل اللي في دماغها ان في حاجه بيني وبينك. مراتك دي صاحبتي قوي، دي عارفاني كويس، ازاي تفكر كده؟ ولا هي عارفاكي كويس ولا انت عارفاها كويس ولا اي حاجه. الواحد مش عارف يلاقيها منين. بس انا سبت البيت امبارح على فكره، سبت البيت وبقيت بره. تعبت من اني بحاول افهمها ان انا ما اقدرش اسيبك لوحدي في الموقف ده. تعبت من اني بحاول افهمها ان ما ينفعش صاحبي يبقى مش موجود وانا ابقى عادي كده. طب اكلمها؟ اه كلميها. كلميها بقى علشان نخرج من قصه الخيانه. ده قصه انك احرقتني مع صاحبتي وانت خليت شكلي وحش وما نخلصش بقى. اه انا مش عارف الاقيها منين ولا منين والله. بجد انا اسفه مش عارفه اقول لك ايه. هو ده اللي انت بتعمليه يا علا؟ اللي انت بتعمليه ده واللي هي بتعمله يطفش الواحد، يخلي الواحد يشوف اي حضن ويبقى عايز يترمي فيه. واحنا محتاجين نستريح. مش ممكن هيبقى المشاكل بره البيت وجوه البيت. في ايه؟ تعرفي انا كان طول عمري نفسي العب مزيكا. سهل اعلمك. حاولت وفشلت. بس أنا صعب أي حد يفشل معايا. منير حاول كتير ومعرفش. أنا غير أي حد. خلاص تعالى. Thank you.
كرمة. ايه ده؟ الجو كويس اهو. امال ايه حكاية هوا وزعبيب؟ علشان خاطر عينيك ابيعد دنيتي معاك، حسيت كأن العمر لسه بيبتدي. علشان بصالح دنيتي كرمة. 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 كرمة.